شهرين من المعاناة، من الإقصاء، من التهميش، حتى وصلنا لواحد الظروف حرجة، لأن الناس عندنا هنايا ناس عندها طريطات، ناس عندها وليدات صغار، ناس عندها دخول مدرسي، كاين اللي كاينه تسلف، ولا كاين اللي باع شي حوايج من 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 الشخصيات ديالو باش يكمل وليداتو الكتوبة باش يدخلهم المدرسة. اليوم كانت نشوفوا سياسة الطماطو اللي كيمارس علينا المجلس البلاسي في شخص سيد الرئيس ولا المستشارين ديالو، هما اللي كانت مواتيه من الظروف ديال انهم يتماطلوا علينا. حنا ما نقدروش نصبروا نهار واحد، لان حنا اللي كيوقفنا هنا هو لقمه العيش، لقمه العيش هاد الناس هادو ديال هاد المسؤولين هادو حروا على ولاد الصخيرات لقمه العيش في هاد الوضعيه هادي. وحنا مستفيدين في سوق نموذج بوعيبه بشواهد اداريه كتحمل اننا ان المجلس السابق كيشهد اننا في اطار المبادره الوطنيه مستفيدين هاد السوق ديال بوعيبه. اليوم كنتفاجئوا ان هاد السوق ديال المبادره ماشي في ديال المبادره، لان المبادره ورش ملكي تعطات الانطلاقه ديالو في 18 ماي 2015، واليوم هاد الناس هادو كيقول لك لا هذاك ماشي مبادره، هذاك ديال المجلس البلدي. اليوم حنا ما بين شطرين، ما عارفينش راسنا واش حنا مع المبادره ولا مع المجلس البلدي، والمجلس البلدي كيمارس علينا سياسه التماطل. السلام عليكم خويا. هذا المشكل اللي عندنا هذا مشكل عريق، لان حنا من باع المتجولين اللي استفدنا من هذا السوق النموذجي في 2019، مبادره ملكيه الله ينصر سيدنا ويطولنا عمره. دابا تنجو نشوفوا كنلقاو ان المبادره الوطنيه ديال سيدنا الله يطولنا عمره ما بقاتش، بان حنا ولينا محسوبين على مجلس بلدي. حنا ما فهمنا والو، بان حنا ملي جينا دابا بغينا ندخلوا نخدموا كيما كتشوف راه حيدونا، ودابا تابعنا الكرا وتابعنا الطريطات وتابعنا مشاكل وتابعنا الدخول المدرسي، بان حنا كنتسناو جينا نشوفوا لقينا باننا عندنا عقود غادي تسيني عقد فيه عامين، مده ديال عامين، وما بقيتيش محسوب على المبادره الوطنيه الملكيه. ما فهمنا والو، بغينا نعرفوا واش حنا هذا السوق نموذجي متبوع باقي متابع المبادره الوطنيه ديال سيدنا الله يطولنا عمره اللي عطانا في 2019 بعنا الحوان ديالنا، ولا ما بقيناش متبوعين على 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 عليها، ولينا حنا عارفين ما بقينا عارفين حتى شي حاجه. دابا حنا ملي جينا قالوا لك بال20، حنا عندنا شواهد اداريه بان هاد مارشي 2019 عطاه لينا سيدنا بانه تابع المبادره الوطنيه الملكيه، ورسلنا الجهات العليا، عرسنا العماله، رسلنا الولايه، رسلنا مجلس بلدي على الوضعيه ديالو لانه ما كانش خدام. والمشكل حنا ما فهمنا فيه والو لحد الان، باقي حنا ما فهمنا والو، بان حنا كيعيطوا لنا غادي تسينيو بالواحد وما غاديش ناخذ، بغينا على العقود ديالنا نقراو اش علاش غنسينيو وما غيعطيوناش، واش ما عندناش حق في المعلومه، بغينا على نعرفوا المعلومه ما بغاوش يعطونا الحق في المعلومه ديالنا. حنا كاننا مستافدين من 2019 وحنا ضايعين دابا خويا. حنا حابسين هرسونا كرا راسنا، المطالب ديالنا يعطيونا حقنا، فهمتيني خويا؟ يعطيونا حقنا، ماشي يقول لك يا راه خارج انا سيدي المدابره، ولكن بغا يردوا انا جماعه ولا ما كيفاش، فهمتيني خويا؟ حنا ما لقينا منا كل ما والو، واخا خويا عندنا الكرا وعندنا الوليدات ومصاريف الدراري، وشهرين حنا كندهزوا السلعه كيهرسوها لنا كديروا لنا المخزنيه، وخويا راه بزاف هاد الشيء، راه تقهرنا ولا تقهرنا خويا. شكون يصير علينا؟ ما كاينش يصير علينا خويا. شنو قال لكم المسؤول؟ المسؤول اخويا قال لك سني واحد الكونترا هذا فيها عامين، ولكن ما عرفناش الكونترا هذا اش فيها، مازال ما قريناهاش كاع. قالوها لنا ولكن باقي ما قريناهاش اخويا. شحال دابا تبقاو واقفين على ما تبيعوش؟ وهذه راه تقريبا جوج سيمانات حنا كنوقفو ونمشي ونجي. جوج سيمانات كل مرة يقول لك سير الغدا سير الغدا. ما عرفنا فوقاش اخويا يديرون هذا الحل، وحنا عندنا المصاريف وعندنا كلشي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.